للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الطائف أمين أمانة محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل. أهلا وسهلا فيك سعادة الأمين. نريد معرفة تفاصيل أكثر عن مشروع تحسين المشهد البصري في مدينة الورد الطائف بكل تأكيد، وكم سيغطي ذلك المشروع من مساحة المحافظة؟ أهلا وسهلا وحياكم الله أخي فيصل وحيا الله المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. بداية أود أن أوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقود محورين مهمين الحقيقة في برامج التحول الوطني 2020. المحور الأول الارتقاء بجودة الخدمات، والمحور الثاني تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية. معالجة التشوه البصري أحد الحقيقة عناصر تحسين المشهد الحضري، وفي فترة سابقة اشتغلنا على إزالة المشوهات البصرية. جميل. بأشكالها المختلفة من الشوارع والطرق والأحياء، وكمرحلة ثانية استفدنا من التقنية في استفادتنا من التصوير لعناصر التشوه البصري في الشوارع، بحيث نعمل في المرحلة القادمة على تحسينها بشكل أفضل الحقيقة. وفي الأمانة غرفة تحكم نتلقى من خلالها البلاغات، سواء البلاغات من المواطنين أو البلاغات من مراقبي ومنسوبي البلديات الفرعية وموظفي الأمانة. سعادة الأمين، إذن ما المخرجات المنتظرة من هذا المشروع في ظل ما تشهد محافظة الطائف بكل تأكيد من تطور على مستوى العمراني؟ ما يخفى الجميع أن الطائف مدينة سياحية ومصيف جميل، ولهذا عندما نركز على تحسين المشهد الحضري وإزالة كل ما يلوث المشهد البصري، فهذا ينسجم مع أهمية الطائف وطبيعة الطائف ودورها الحقيقة في صناعة السياحة في المملكة. الذي يعني الجانب الحقيقة الذي ودي أوضحه وأبرزه بشكل قوي، أنه في المرحلة الماضية عندما اشتغلنا على إزالة عناصر التشوه كان هناك تفاعل كبير من المواطنين، والحقيقة لما وجدوه من أثر على أحياء المدينة وشوارعها، وزيلت المشوهات التي كانت الحقيقة كنا نألف وجودها في الشوارع بحكم يعني نظرنا إليها بشكل مستمر، بينما هي فعليا مشوهات، وعندما أزيلت ظهرت المدينة بشكل أجمل، وكان التفاعل الحقيقة حفزنا ودفعنا للاستمرار في هذا البرنامج بشكل أقوى، والحقيقة بنتائج أفضل وجميلة، وتعود على المدينة السياحية الطائف وهي مصيف المملكة الأول بنتائج إيجابية تشجع السياح والزوار للطائف، خصوصا الطائف هي بوابة مكة الشرقية يمر بها الحجاج والمعتمرون وصولا إلى مكة والمشاعر المقدسة. نعم، إذن سؤالي الأخير هنا، كيف ستكون هي آلية التنسيق بينكم أنتم وبين الجهات الحكومية؟ ما في شك أنه ما في عمل ينجح ما لم يكن في تضافر الجهود مع كل الجهات. نعمل مع بعض في رصد العناصر التشوه البصري، معالجتها كل في فيما يخصه، وكذلك دور كبير للإعلام في إظهار هذه الأعمال وإبرازها، وأيضا توعية المواطنين على أنه ضروري نعمل مع بعض في تجميل المدن والمحافظة عليها من كل ما يسيء الحقيقة إلى مظهر مدن السعودية. نعم، نتمنى لكم التوفيق. كنت معنا من الطائف أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، شكرا لك.